ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت أبو الأبراج. في الحقيقة ما بعرف ليش متحطت علي وعلى سائر أبناء برجي بهاليومين صاحبنا أبو الأبراج. كل ما بفتح الجريدة لأقرأ برجي وتسقف وانطلق إلى الحياة بتبسمر بأرضي بسبب برجي. انتبه من توقيع العقود اليوم. وانتبهنا سيدي وألغينا 3-4 صفقات بما فيها صفقة شراء بنطلون جديد من أجل توقيع العقود. طالما ما في توقيع لشو البنطلون اليوم ليس للنزهات. قرد ملفلف من العائلة قد يسقط من على الشجرة ويجعر الأولاد: بابا ليش هيك انت؟ ما كنت وعدنا نروح على الجنينة ونلعب بالطابة على الحشيش الطبيعي مثل الأفلام؟ لا بابا لا، بكرة بنروح، طولوا بالكن، اليوم عندي شيء ضروري. وفي اليوم التالي: يلا بابا خدنا إلى الحديقة. وترتدي ملابسك الخفيفة والحذاء الرياضي وتفتح الجريدة وأنت تنظف أسنانك وتقرأ برجك اليوم. بصراحة بلا هالروحة على الجنينة اليوم، حاذر من الأماكن العامة وانتبه من تأثيرات الجو العام يا لطيف. ويعود الأولاد إلى الجعير، فاليوم أيضا لن نمضي إلى الحديقة. وكل السبب صاحبنا أبو الأبراج، واليوم لن نعمل، فلقد قال صاحبنا أن هذا اليوم ليس للعمل. واليوم لن أتصل بالحبيب لأن البرج أعتقد أنه ليس اليوم المناسب للعلاقات العاطفية. وهكذا وجدت نفسي مكلبشا بالبيت، لا شغلة ولا عملة ولا أحس ولا صوت، وكأني لم أعد موجودا، بل إنني بدأت أحاذر وأنا ألمس الأشياء. لم أشرب القهوة اليوم لأن برجي يقول لي أن أنتبه من الكوارث وخاصة الحرائق. وبالتأكيد سنؤجل موعد الأولاد والحديقة إلى يوم آخر، فقد يكون أصدب الحرائق هو حرائق الغابات. بس يا بابا هي مو غابة اللي بدنا نروح لها، جنينة حديقة حديقة ولي حريقة. لا بابا لا لا لا، ما في داعي للروحة اليوم، خلوه ولا غير يوم، صدقوني غير يوم أحسن. وألغينا موعد الكهربجي وأجلنا موعد مصلح الغسالات ونسفنا موعد مركب الدشات الجديدة الموحدة. حتى أنت طيلسنا على موعدك يوم متعب مع الحبيب. صباح الخير حبيبتي، شو رأيك شوفك بكرة؟ بكرة أحسن. لا ما في شيء، كله تمام. وفي اليوم التالي تقرأ وأنت تتراقص من فرط النشاط، وعكة صحية تلم بك، والتغى موعدك مع رفقاتك للعب الشدة في المقهى اللي فيه تدخين. شو في شباك؟ والله وعكة صحية يا شباب ألمت بي وماني قدران أطلع العمى. لك من شوي كنت مثل السعدانة بتنط، شو صار لك؟ منين لك الوعكة؟ وفي اليوم التالي مضى الجميع الأولاد للحديقة دونك، ورفقاتك إلى المقهى يطرنبون على بعضهم البعض على أب موزة دونك، وزوجتك تطبخ على نار هادئة دونك، وانت مرعوب من الحريقة، والأولاد رجعوا من الحديقة. شو بدنا ننطرك لتأخذنا؟ اعيش يا قديش يا أخي، مثل ما عم قلك متحطت علي أبو الأبراج، شو أعمل؟ بسيطة، عمل مثلي كل يوم ضمور برج شكل. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.